السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في، القناه التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد. كما راكم تشوفوا يعني حصريا اجتماع كان بين اللاعبين وياريشان امس الثلاثاء. اللاعبين يعني صرحوا بامور خطيره، منها اقتراب اشخاص منهم وحثهم بالتمرد على المدرب والدخول في اضراب قبل مباراه الصيف بحجه المطالبه باموالهم. يعني اللاعبين بعد راهم صرحوا بالامورات الخطيره هادو، منها اقتراب اشخاص، يعني كاينين بعض الاشخاص هكا منهم وحثهم يعني بالتمرد على المدرب وكذا والدخول في اضراب قبل مباراه الصيف بحجه المطالبه باموالهم. بعدها مباشره يعني قرر الرئيس تغيير ذلك الفندق الذي اصبح من هب ودب يدخل الى شقق اللاعبين. الفندق اللي كانوا فيه يعني من هب ودب يدخل الى شقق اللاعبين، وتم كراء شقق وفيلا لاستقرار اللاعبين هناك. المبيت في الفندق سيكون ليلة المباراة يعني فقط. نتمنى كما احنا نقول التوفيق لشبيبة القبائل زعيم الأندية الجزائرية، نتمنى ان شاء الله يرجع للمكانة تاعو ويرجع للمرتبة تاعو، المرتبة اللي كان فيها والمكانة اللي كان فيها تاع الزعيم. ولايك على الفيديو ان شاء الله باش ديما يوصلك من جديد. ما تنساش شابوني في القناة وتفعل زر الجرس، وخليونا الاراء تاعكم يعني في التعليقات. ماذا بينا ان شاء الله نسمعوا الاراء تاعكم في التعليقات باش نستفادوا كامل، والسلام عليكم ورحمة الله.